تعال اوديك. بس نفسي اروح المكتبة. نبقى نروحها بعدين، المهم دلوقتي نروح مكان جميل جميل جدا جدا جدا، وما خطرش على بالهم ابدا حاجة زي دي. طب يلا بينا نروح دلوقتي. ما تستنى بالليل عشان تتفرج على اللقالق والألماس. لقالق وألماس؟ أيوة، وعقد برلمت وتاج ذهب أبيض. فين الجمال ده؟ قدامك هنا في القاهرة الكبرى، في الجيزة بالتحديد وعلى النيل. أنا مش فاهم بصراحة، ده حلم ولا علم؟ لا علم طبعا، لأنه موجود وحقيقي. لا أكيد حلم، لأن الحلم مش ممكن يكون أجمل من كده. أصل ده يا سيدي كان قصر محمد محمود خليل باشا، رئيس مجلس الشيوخ في مصر من أكتر من 50 سنة فاتت. ياه، ولسه القصر ده عايش؟ أمال، ويعيش كمان 100 سنة، بس لازم الرعاية والصيانة الدايمة للقصر زي ما عملوا دلوقت، وتجدد تجديد شامل. يعني من امتى تقريبا كده بالظبط؟ يعني هو سنة 1943 اوصى بان قصره الجميل ده يبقى متحف قومي، فتبرع بيه وبكل التحف والتماثيل واللوحات اللي كان جمعها هو والسيدة حرمه من مختلف انحاء العالم، لانها اعمال فنية عالمية لا تقدر بمال دلوقت. يا خبر ابيض، ده كان مهتم بالفن قوي بقى على كده. طبعا، وعشان كده كان عاوز ان الحاجات اللي شاريها بملايين الجنيهات دي تتحفظ في قصره اللي هيبقى على هيئة متحف يتمتع بيه كل الناس اللي بيحبوا الفن ويخلد اسمه. بصراحة انا مذهول من الحكاية دي. متحف محمد محمود بيه خليل. متحف محمد محمود خليل وحرمه. ايوه طبعا، عارف وحرمه. اهم حاجه ان انا جبت معايا الكاميرا والشرايط علشان نصور براحتنا. طب اتفضل سيادتك. شكرا. شفت الجمال ده يا سيدي؟ بالراحة يا أستاذ، شوية عشان الفيلم يخلص منك بدري، عشان في حاجات كتير قوي لسه هنشوفها. متخافش، استنى بس، ما تشوشرش عليا، اعمل معروف. ايه المكان ده يا زيكي؟ دي يا سيدي القاعة الشمالية، وكان الرئيس السادات مخصصها مكتب في فترة هامة من تاريخ مصر. طيب وايه الحاجات دي؟ ده يا سيدي الاساس الخاص بالقصر، معروض كتحف في فن الاساس، وبيورينا كمان القصر كان مفروش ازاي. الله، منتهى الذوق الراقي. الله، ايه الرسومات دي يا زيك؟ دي بقى لوحات لكبار فناني العالم. الحاجات دي اكيد غالية. غالية؟ دي فنون عالية قبل ما تكون غالية. عالية؟ ايوه عالية، قيمة ولا تقدر بثمن. يعني لوحة زي دي تيجي بكام كده؟ بملايين، ملايين كتير. ملايين كتير؟ يا سلام، والله تستاهل، ده شيء جميل. بس قيمتها الحقيقية أعلى من كل الملايين دي. ياه. لأن ده فن أنتجه أحسن فنانين ظهروا في العالم. على فكرة بوبي كان لازم يكون معانا هنا. وبعدين معاك بقى
عاوز تزعلني منك ولا ايه؟ بس عشان بوجي انت عارف انه بيحب اللي بحد قد ايه؟ طب وانا اعمل له ايه؟ ما يجي حد حشو؟ هو حد منعنا واحنا داخلين نتفرج؟ لا بصراحة لا، الناس هنا كلهم في منتهى الذوق. بوجي بقى يجي وقت ما هو عايز، المهم انت ما تقولوش. بس يعني ممكن يعني اديله فكرة. وبعدين بقى احسن ما فرجكش على باقي المتحف. ها ايه ده، هو لسه فيه هنا حاجات تانية؟ هو تعالى وانا اوريك. ها قلت ايه؟ جميل جدا، الواحد ما يقدرش يقول غير كده. طب وايه رايك في الاضاءة؟ الاضاءة دي موجودة علشان تعمل تركيز على اللوحات الفنية. مش ملاحظ حاجة؟ ايه؟ اولا الاضاءة دي نوع معين من الاضاءة اسمها الاضاءة الباردة. اضاءة باردة؟ ايوة، عشان ما تطلعش اي حرارة تأثر على اللوحات. ايوة علشان كده الاضاءة محطوطة على مجاري علشان يقدروا يحركوها ويظبطوها على اللوحات الفنية بحيث ما تعملش اي لمعة تضايق عين اللي بيتفرج عليها. صح. طب تعالى بقى اما اوريك حاجة. الله، ده متحف ضخم جدا. ده احنا لسه ما شفناش البدروم. ماله البدروم؟ البدروم فيه قاعه قراءه. قراءه هنا في المتحف؟ طبعا. شيء جميل والله. وايه تاني؟ في بقى يا سيدي مكاتب الامناء. امناء الشرطه؟ امناء المتحف يا اخي. وكمان في الخدمات الكهروميكانيكيه، يعني الاشياء الميكانيكيه اللي بتشتغل بالكهرباء. طبعا واضح التطور جدا جدا. وايه ده اللي قلنا عليه؟ فن لا يقدر بمال. يا سلام. ايوه، دي لوحه الفنان العالمي جوجان. جوجان؟ ايوه، اسمها المستحمات. طب ودي؟ دي لوحه زهره الخشخاش لفان جوخ. فان جوخ؟ ايوه فان جوخ. شفناها في المتحف دي، حرام بوجي ما يجيش هنا. الله، واحنا مالنا؟ احنا مالنا ازاي؟ انا هقول له يجي يتفرج زينا، واذا ما كانش عاجبك خلاص اعمل اللي تعمله كده.